ده خليني اسالك يا استاذ حسن عن المنتخب عن الاجواء عن الظروف. انا بقيت حاسس انه دايما حاله من الهجوم حاله من التربص حاله كده ناس مش كده برضو اتفضل دايما في تربص حتى بالكروش مع اي حد مع اي حد كروش مدرب عالمي نعم ما حدش يقدر ينكر ده نعم بس انت لو جبت يورجن كلوب برضو يدرب منتخب مصر يعني ممكن يلعب اول ماتش ما يعملش النتيجه او العرض اللي انت عايزه كجمهور وكنقاط كمان. كروش اول ماتش لعبه في اكتوبر مع ليبيا كسب 1-0 بالعافيه. نعم. غينيا اقوى من ليبيا. نعم. إيهاب جلال كسب 1-0 بالعافيه. نعم. الفرق بين من اول ماتش فرق بين كروش وإيهاب جلال ان عدد المهاجمين بتوعنا في ملعب الخصم اكتر مع إيهاب جلال من عدد المهاجمين نعم بتوعنا مع كروش كويس. دي فلسفة مدرب. نعم. إيهاب جلال أخذ قرار جريء بالثلاثة اللي قدام تحديدا مرموش وعمر مرموش وصلاح وزيزو وصلاح. نعم. طبعا كان تريزيجيه وثم أصيب. بينما كانت كل التوقعات بتتجه إلى أن مصطفى محمد هيكون هو برضو المحطة أو رأس الحربة اللي بيلعب. ده كان قرار جريء عشان انت تواجه فرقه قويه وعندهم بنيان اطوال صح اطوال. انت عايز لعيبه سريعه وخفيفه الحركه. عمل كده ما نجحتش قوي الفكره رغم الاستحواذ 63% مقابل 37% لصالح مصر طبعا. انما في النهايه انت صنعت 3 فرص نعم. منهم كرتين في غايه الخطوره تصدى ليهم الحارس نعم. بتاع غينيا وهم كان ليهم فرصتين مزبوط. بس بره الجون واحده على جنب القائم اليمين واحده جنب القائم الشمال بس بره بس نعم. منتهى الخطوره نعم في واحده منهم شبه هدف طبعا نعم. لكن في النهايه يعني بس في رؤيه هجوميه اكتر من كروش نعم. هل دي انا اعتقد ان دي رؤيه إيهاب جلال مش اللعيبه لوحدها يعني نعم. ودي حاجه ايجابيه لكن وانا كنت في الاستوديو ساعتها نعم بالاذاعه والماتش شغال انا كنت بقول احنا بعدها مباشره طبعا انا كنت بقول واحنا بنشتغل يعني ان عندنا مشاكل في المنتخب ده اللي بيدربه إيهاب جلال هي مشاكل ضاربه في جزر الكره المصريه نعم. لما بنضغط ما بنعرفش نحل الضغط ده طب يبقى نطلع بالكوره. يبقى سؤالي لحضرتك ما الذي يحتاجه إيهاب جلال في الفتره طبعا الفترة. محتاج ان في بديهيات مش ممكن نواجه الضغط مش ممكن نطلع بالكوره من غير ما الفرقه كلها 3-4-5 يكونوا بدون اختيارات انا معايا كرة 5 أو 4 أو 3 على الاقل فاضيين بايه بقى بانهم يتحركوا على طول ده ما مش عمرنا ما هنعرف نطلع يعني لما نضغط لما نضغط عالي زي ما عمل الوداد مع الاهلي وزي ما عمل غينيا معانا في اول المباراة من غير ما نتحرك تحرك سريع جدا وان في المساحات عمرنا ما هنعرف نطلع بالكرة.